يتواتد ألوف من عشاق الكتب السعوديين هذه الأيام على معرض الرياض الدولي للكتاب ليتسنى لهم اختيار ما يرغبون من أحدث الكتب التي يتيحها المعرض والذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار الكتاب بوابة المستقبل. تشارك 913 دار نشر من نحو 30 دولة عربية وأجنبية، ويستمر لمدة 10 أيام حتى 23 من مارس. جنسيات من كافة الناس، يعني لأن في كتب بلغات مختلفة، في كتب بلغة إنجليزية، في بلغة فرنسية، في العربي، في كتب بلغات متعددة. فبالتالي أعتقد أنه القراء حيكونوا كل واحد يلاقي الكتاب اللي هو يبغاه. 5000 عنوان أعتقد أنه حيكون موجود المبتغى. بالنسبة للعدد، أنا أتوقع الرقم المطلوب هذا العام قد يوصل مليون أو يتجاوز المليون. يجذب المعرض نحو 500,000 زائر سنويا، لكن منظمي يأملون أن يتضاعف عدد الزوار هذا العام من السعوديين والأجانب. ويضم معرض الرياض هذا العام أقساما مخصصة لعرض كتب لمؤلفين سعوديين أفراد ليس لهم دور تتولى الترويج لأعمالهم. وتم اختيار البحرين ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام. هذا الشيء مهم، يعني يشوفون تنظيم المعارض، خاصة المعارض العربية اللي عندنا، كتنظيم رائع جدا، يتفاجئون بالتنظيم الموجود عندنا. هذا شيء فرحنا أكيد لما يكونون زوار أجانب موجودين في معرض. حبي للقراءة جذبني، طبعا أي واحد يحب يقرأ بجذبه، وأبغى يعني أتثقف بأشياء أخرى غير إنه الروايات أو شيء. ما في مشكلة إذا قريت مثلا روايات، أبغى أغير مثلا، أقرأ عن الفضاء، أقرأ كتب أشياء أخرى يعني عن معلومات والعالم الخارجي، أبغى أفهم أشياء كثيرة. من المتوقع تنظيم نحو 200 نشاط ثقافي في إطار المعرض هذا العام، تشمل محاضرات وحفلات توقيع كتب وعرض أفلام وحفلات.